ذكروا نبيكم يا صحاب القهمرة، خير الرسالة مصباح الكرم والدين، داير بشف فيكم سلام من مخيرة، حي بصقور للطرب متولفين، حي بصقور للطرب متولفين، حيا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في مناديس حلقتنا لليلة أو شاعرنا لليلة. صوته جدا عذب وهو يغني التشحشح ويغني مر البحرين بسافر زنجبار، هذه أول مرة تقريبا تسمعوها من الوالد محمد بن هاشل البريدعي. أيضا قصة الصيمة والبرية والكنعد لما ينحسر عن البحر عشان يبول البحر أو عشان يكثر الرزق إيش يسووا، كل هالتفاصيل في حلقة الليلة. مرحبا فيكم، حيا وسهلا ومناديس. السلام عليكم ابوي. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا. انت بخير؟ أهلا. الله يعافيك. أهلا. اهلا. كيف حالك؟ بخير. شوف، حي الله. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. عساك بخير. منعم مشكي باس. الله. انت بخير. وصفونا اياك من بعيد ويناك مسيرين من بعيد. يا تلع. مرحبا. يا مرحبا بك. الله يعافيك. حي الله. مرحبا. من اشتليتوا لين وصلتوا. الله يعافيك. يا مرحبا. يا مرحبا. حياك الله. قالوا ان الوالد محمد انت سكت وهو يحليها الخروفه. هو يغمصها، يسوي لها سمن، يسوي لها مثل ما يبى. يا مرحبا. يا نعود والله. قرأناها مشينا على طيبة العصر، والعصر حلو وتمام. والزمان ما يحتاج بعد. والماضي ما يحتاج، انها تقربت الاحوال الحمد لله، تقربت صحيح وتبردت الفوده، لا بعيد عنك عاد معك والحمد لله رب العالمين. اقول الوالد. نعم. والاولي بيكون ما ينتسي الاولي. لا ما ينتسي، ما ينتسي مع ناس الذي هم هماهيم. اه لهم ناس يعني الهماهيم. أه؟ ما تنتسي الاحوال الدنيا معهم بعد. زين. نعم. الوالد. نعم. ايش قصتك تقول لي في الشاش والبحر، ايش صار عليك في البحر؟ والله يا ابوي سوالف هذه طويله وعريضه وحلوه وممتازه. اه حلوه وممتازه. لو خبرك عن سوالف الشاش الاوليين بتقول هو لين كثر كيف. قلت لك نعم. كيف؟ خبرني القصة. لأن البحر فيه صعوبات ذاك العصر، صعوبات. مكاين ماشي قوم شرع، ولا ينعلقهم الشاش قوم يره، مكاين ماشي. هذه بدت معنا سالفة في ذاك العصر. طلعنا للبرية وشحنا الشاش عن فوق عنه، ونقع علينا هالكوس هذه، وطمت علينا الشاش هي وبريتي. أبقيني كيف؟ مثل ما قال قصاد، تميت محتار لا دنيا ولا ديني، أتركها وابليس من عقب المحبيني. تميت؟ ها محتار لا دنيا ولا ديني. تركت هموم ابليس من عقب المحبيني. هكذا أبقينا حم محتارين ما بين ماين، وسبح لا تسبح، وغوص لا تغوص، وسبح لا تسبح، إلين وصلنا البر. سبحتوا مسافة كم تقريبا؟ والله واحد بقول لك كيلو ونص. كيلو ونص. سبوح. سبوح كيلو ونص. ولان المهم ربي يعني فهنا وخلينا البريه والشاش الى هناك طبعانه. مشينا مع واحد سموني الوالد، قال لك خميس بن مبارك. قلت له وشر لي كانت وشرت لي شاشه ام ست، زيدني سكه بعدك واحده سوها ام سبع عشان يكون ما تطبع مره ثانيه. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ذاك العصر وما استوى شيء عليكم من هذاك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تزودت الاحوال وتزودت يعني بالطرادات الحين ومكاين وكذي، ولو في صعوبات لكنها شوي احسن. البعيد يقرب البعيد. أيوة يعني كان البعيد يقربه. الوالد كم عمرك؟ قريب. كم عمرك تقريبا الحين؟ والله الحين مع 70 سنه. مع 70. وهذه السالفه من متى استوى عليكم تقريبا؟ هذا عاد من قدر يعني بقول لك يعني 48 سنه. كان عمرك تقريبا؟ لا من استوت القصه. من استوت القصه 48 سنه. 48 سنه. متفيق الوالد؟ والله نعم اني متفيق. أه؟ متفيق. يوم اللي تبون مالي يعني فنون القبليه. انا بفنون وبسوالف. والله حاضرين. أه؟ يا الولد سالم حاضرين حاضرين. يا ما حدا رقا ديك يلبسه، وما حدا رقا
اجي المسيل والسما تلا حين وطوارج السما تلا حين وطوارج اللي يسافر ولا يناي ولا يعد ساعة ودقايق لا يعد ساعة ودقايق سين يا ريني من الخليل كظلمياب فوق المغالي كظلمياب فوق المغالي سين يا ريني من الخليل كظلمياب فوق المغالي كظلمياب فوق المغالق ناس نعيد صير يوفي نارات وحين علا لا ضات بارق وحين علا لا ضات بارق ناس نعيد صير يوفي نارات وحين علا لا ضات بارق وحين علا لا ضات بارق ناس نعيد صير يوفي نارات وحين عيدا لا ضت بارق وحين عيدا. قلت لي يوم 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 يغيب يوم يغيب عليهم الصيمه والكنعد والعومه. تعلن ما شاء الله. نعم نعم. ها؟ نعم. يسووا شلات. يسووا شلات ويرشن البحر على ما قلت لك اول. اها. شو كيف؟ يرشن البحر ويسوي له لاحن. لاحن، ايش سموه ذا؟ ايش سموه؟ يسمونه نوح. 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 آه. يسمونه نوح. قال إن ينوحن ينوحن على الصيمة وعلى العومة وعلى البرية وعلى الكنعد. قال عادة. هني قالن. قالن. وصدني ملكنعد وفلوسه ما تنعد. وصدني ملكنعد وفلوسه ما تنعد. هذه للكنعد. لاحن العومة له الطارق واصدني مي العومة وفلوسه مضمومة واصدني مي العومة وفلوسه مضمومة. هذا للعومة. قال نوح نوح حق البرية. قال خلق يا ضمشيني طارق شلن الطارق هاي بالنوح. واصدني من البرية وفلوسه حرية واصدني البرية وفلوسه حرية واصدني من البرية وفلوسه حرية. هكذا بقت الصيمة بتهمني نوح على صقالة. بعد كان الصيمة نوح ايش قال؟ ويرشن البحر بماي وهن يمشن ويشل نهاية الطارق ويرشن ويرشن البحر أه. بالبضاعة وماي الورد. شوف العوايد القبلية كيف تقول. قال واصدنا ماي الصيمة وفلوسه الهجيمة واصدنا ماي الصيمة وفلوسه الهجيمة واصدنا ماي الصيمة وفلوسه. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك. هذا العوايد القبليه لكن هو 2000 مع 70 يعني حرمه مع 70. هذا يابس بدون طبل. وتسمع ذاك الطارق فوق البحر. نعم. هذا يابس بدون طبل. لا ما شى طبل. يابس يابس ما شى طبل ما جاي. لكن اسمع ذاك الطارق يوم يسائر المويه اكل لاحن يوم يسائر المويه بيمشي مغرب لحد الحين وبيرجع المشرق لين حد. وهذا الطارق 70 طارق. ويسمونه نوح. هاي يسمونه نوح. ينوح عن البرية وينوح عن السلك. والوالد وكل شيء إلا شيء. كيف؟ ها؟ كيف؟ كيف يقول أما السيف؟ أما اتفق ما لها رصاصة قالبين. أما اتفق ما لها رصاصة قالبين. أكثر يصوب لبرصاصة قالبه. والسيف له ماضي. وله حد سنين لكن ما يشتهر لين ما يقبل ضار. روح يركض السيف يعني كان في دين الزفان يركض روح يركض السيف روح لين ما يقبل ضار.
يا قلب هوجز في ليالي العسيرة وانضم بيوت من فنون كثيرة كل اندرى عم في قلبه وضميره ليبتلي بالعشق تكثر فنونه. أول يوم زمان البصرة ينخ شابها البصرة مروا على البحرين ومروا على راس الشيخ ومروا على الجزر وشروا يعني ماي وشلوا ماي وروحوا سيد مساكينين يبون زنجبار يلين غاية الموسم. كل أول بديني وبالرحمن سميني وبثاني يعني بالمختار صليني ردوا سلامي على موز الخضر بادي بعد كثر الفرق دوم عرث نار في كبادي مرة 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 لهياني قوتن ولا شرب عرف وهو مرة 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 أنا ما أنا أنا روحت كذي هي روح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها ها بنشله نعم شلينا شلينا خطة في البحرين وسامير زنجبار يوداني داني اللي داني داني يوداني لزع البحرين وسافر زنجبار يوداني داني اللي داني داني يوداني مار البحرين وسافر زنجبار لول بداينا وبالرحمن السامين طوف عالبحرين وسافر زنجبار لول بداينا وبالرحمن سامينا مار عالبحرين وسافر زنجبار وبثانية عاني بالمختار سالين مار عالبحرين وسافر زنجبار وبثانية عاني بالمختار سالين مار عالبحرين وسافر زنجبار خصف خصف ورابعيني خرع الوادي مار عالبحرين وسافر زنجبار ابويا خصف خصف ورابعيني خرع الوادي مار عالبحرين وسافر زنجبار خلي الكدف عالكدف ويدك عفواد مار عالبحرين وسافر زنجبار خلي القادف عالكادف ويدك عفواد مار عالبحرين وسافر زنجبار حمود حمود وهاتولي من الشربة مار عالبحرين وسافر زنجبار حمود حمود وناوشني من الشرب مار عالبحرين وسافر زنجبار عندك حبيب تحبس ومربد فلتة مار عالبحرين وسافر زنجبار عندك حبيب ومرد حبس ومرد فلتة مر على البحرين بسافر زنجبار مر على البحرين بسافر زنجبار ومر على البحرين بسافر زنجبار ومر على البحرين. أقول للوالد نعم مارست في الرزحة كثير مارست في الرزحة نعم أما الرزحة مارست ومارست قالوا اللي زفين وزفين نعم في سلاح ها زفين في الرزحة وقبض سلاح ما مدى عمري شرقت وغربت ما بقيت مكان البر مشهود لك مشهود لك اي نعم خبرني كيف يوم 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 تبدا يوم تنزل يا اول ما ينقح الطبل وتنزل حزفين كيف خبرني عن فوادك وايش اللي بتسويه والحياب والطريقة خبرني خبرني اول ما قالوا هذا ربيعك اللي بيزافنك قلنا لفلان عيب يول يعني قبل يول كان بتيول وكان ما بتيول انا بيول قال يول انت قلت ان شاء الله يوم علق الزانه اول بدوه تميت انا كاني فارس بن همام قبضت على ذاك الترس وذاك السيف اليول الاولي والثاني والثالث كان صفقته في الربعه ربعه الصف صفقت السيف هناك على الترس وجيته بطل ذيك الصرخه سومه بعمره فوق
مرة وأنا قاعد له مرة عدالة، والثانية والثالثة له جاح وأنا مستخر عنه، وعندك الرجال جايني على اليمين، وسعت المعارك بيني وبينه، واللي وعده متشوف. كيف خبرني عليهم التعارك وخبرني. التعارك السيف يمين وسيف يسار وسيف قلبه وتسوي لها النمونة وتسوي لها النمونة وتقلبه. كيف سوي سوي سيف وترس أتشوفك سوي ما تقول لك ها يرجع هو عليك من هناك يعني سيف عادة كان تتجيب ذاك الترس يعني تتجيب ذاك الترس وتحرك السيف ها وسات يعني مخامرات بينك وبينك سوي بعصاك كيف مخامرات ها 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 وهاي النمونة وهو ياخذ بترس وانا اخذ يعني وكيف تسوي له بالترس بالترس حتى اللي ثم فك علي من زود كيف تسوي له هاي 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 افك اللي ثم عليه مره ها 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 مره ابى اتعشى هاي سنه تبى تتعشاه ابى اتعشى يوم زمان الشباب يوم زمان عجيت واحد الغرام فانا فراسي الغرام وهو يوم يسوي لك كيف السلاح ايش سوي ده انا فك اللثم هو يوم يسوي كذا عند مساحه فك اللثم كيف يسوي؟ اقول هات بك 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 هات كيف يسوي كيف يسوي بعض كيف بعضها اسوي له ها انا مقايده ومرسوغه مقايدة ومرسوغة خيلة سعيدي مقايدة ومرسوغة ولا الخطا من صوغة ولا الخطا من صوغة والقيد معنا ولا الخطا من صوغة يا شيخنا صار خلينا نمشي وخلينا نمشي وبمصقرات تشبه الشمس وتشبه الشمس كيف ويا شيخنا صار خلينا نمشي وخلينا نمشي وبمصقرات تشبه الشمس وتشبه الشمس ويا شيخ ناصر وخلينا نمشي وخلينا نمشي وبمصقرات تشبه الشمس وتشبه الشمس ويا شيخ ناصر وخلينا نمشي وخلينا نمشي وبمصقرات تشبه الشمس وتشبه الشمس هذه كلام القصافي وحايب شوف العوادي ناجلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وحايب شوف العوادي ناجلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وحايب شوف العوادي ناقلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وحايب شوف العوادي ناقلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وحايب شوف العوادي ناقلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وحايب شوف العوادي ناقلين السلاح ومقطعين الرقابي فوق باب الصباح وفوق باب الصباح وفوق باب الصباح وفوق باب الصباح علينا البدان ضاعم الفناصي ناس يساو العلا بشاشة لديرة العزم تصبح وتمسي على بشاشة مثل ما قال راعت شحشح
شوف كيف الحين بني الحين عاد شوف كيف الحين مفتاحك شحش الحين عاد قال ايش قال؟ قال بلعي وبلاعي من زماني بلعي وبل تبغى طارق وتبغى اول عد بلعي وبلاعي من زماني وبلعي عليه راع المحبه روح من الدنيا ونساني العي ولا عي من زماني العي ولا من زماني والعي على راعي المحبة روح من الدنيا ونساني روح من الدنيا ونساني شلت تبا العبرة ويبكي ويوم احتكى بطرف لساني ويوم احتكى بطرف لساني واني بعيد عنكم يا اخوتي في البحرين خبرين لفاني في البحرين خبرين لفاني ودعتك الله يا حبيبي قدام عيني الرحماني قدام عيني الرحماني ما ظنيت فرق المحبة يوم انسطى وسط العظامي يوم انسطى وسط العظامي وش قصتك ويا نور عيني يا سلم ولا تاخذ سلامي يا سلم ولا تاخذ سلامي وارحموا الغريب الله يرحمك واسمحوا العبد خلى بهامي اسمحوا العبد خلى بهامي ولا تلومني ولا صحت وبكيت ما شاي على العاشق ملامي وما شاي على العاشق ملامي ومطرشي لي لخط الغب اليوم بقرا لمن حالي سلامي لا بقرا لمن حالي سلامي ومطرشي لي خط الغب اليوم بقرا لمن حالي سلامي لا بقرا لمن حالي سلامي ومعنى الهوي حاضر بحاضر وما في صبر ولن بالسلام وما في صبر ولن بالسلام ويا سيدي واني بسينك وترى الخضر وتعرف مقام مطير الخضر وتعرف مقام وبكتب شقي وفوق الدنيا وبحوله في ليل وظلام بحوله في ليل وظلام وختم تجيلي بالإله ويشفع لنا ويوم القيامة ويشفع لنا يوم القيامة ويشفع لنا يوم القيامة وختم تجيلي بالإله ويشفع لنا يوم القيامة ويشفع لنا يوم القيامة ويشفع لنا يوم القيامة ويشفع لنا وتوبى عيوني ويشفع لنا خلى توبى يا الغالي ويشفع لنا والله سيمي ويا سيدي ويشفع لنا سيم الشيمة ويا سيدي ويشفع لنا يوم القيامة ويشفع لنا يوم القيامة الوالد محمد نعم بن هاشل نعم البريدعي نعم احسنت وجزاك الخير والسموحه من قداك وكلف الله كلفناك وايد لا 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 الله يخليكم والله يدومكم غيفت بوادم اقول لك اليوم الله يسعدكم احنا وياك غيفت بوادم اليوم ودقت وادم جزاكم الله خير كيف هذا اليوم اللقى الحمد لله احسنت ابوي احسنت نيتوا منك اليوم وصلتوا معي كيف اللقى الحمد لله جزاكم ألف خير أحسنتوا يا جماعة وأحسنتوا يا الأهالي وأحسنتوا يا الأخوة وأحسنتوا يا العظم من داخل أحسنتوا بوي كلكم أحسنتوا الله يخليكم بهذا اللقاء الطيب بهذا اللقاء الحلو
الحمد لله جزاكم الف خير، شرفتوني ووصلتوا معني، وهذا من العوايد، وجزاكم الف خير، جزاكم الف خير، احسنتم.